لقينا جماعة شباب قاعدين قدام قهوة مسكرة بالطبيعة، نحبوا نسألوهم. عسلام. السلام خويا. شنية اللي خلاك خارج في الوقت هذا؟ القلق والفدة والقيني معلم. حجر صحي متاع شنية باش نقعد في الدار؟ شنية حجر صحي متاع شنية؟ في بالك ممنوع تخرج كان للضرورة، حماية لنفسك ولناس أخرين. بالله سامح، تنجم تقعد نهار كامل في الدار أنت؟ في الضرورة تفرض. إيه تفرض شنية؟ أنا باش نقعد نهار كامل في الدار؟ ما نجمش خويا، ما نجمش نقعد نهار كامل في الدار، مستحيل تصابها. فما كورونا مرحبا شباب للكورونا من الاخر. فيها خطر كبير على حياتك وحياة الناس راه. يا خويا اللي كاتبه ربي يصير. وشنو تعمل انت في حياتك؟ كيفاش تعيش بعد الستة يعني ممنوع الخروج؟ بعد الستة كل ايامات الكل، كيصير ايام الكل كالعادة بطبيعتي، لا كورونا ولا مقارونة. نخرج نسهر نروح كيما العادة كيما كل يوم، ما تبدل حتى شيء. حتى في حضر الجوالين تخرج في الليل وتسهر؟ عادي عادي، ما يقلقنيش. وين تسهر؟ في الحومة، هنا في حومة. مجموعات في الحومة؟ اي بالطبيعة اخي، العباد الكل شباب وشويات اخي، الكل باش تشد ديارها، الكل باش نسهروا في الحومة وكذا وكذا. عادي ما عاد. يوميا تخرج، ما التزمت حتى نهار بالحجر؟ لا. ما التزموناش هما باش نلتزموهم نحنا. انت باش تحمي نفسك شيمك في غيرك، وتحمي غيرك بالطبع. يا ودي اللي كاتبه ربي يسير، زي ما نقولها لك، اللي كاتبه لعلي تيسير. كان كاتب لي باش نموت في الدار في الحجر الصحي ولا باش نموت في الكياس، هي هي معناتها. لكن نشوفه في موفمون عاديه كانه ما فما شيء، برشا عباد تخرج. انت سامعني هيك تشوف معناتها حومه كامله لبرا في الكياسات تدور عادي، ما فما حتى شيء. ما فما حتى موضوع معناتها يقلق العباد بالكورونا ولا بالحجر الصحي، فهمت؟ حومه شعبيه هذيك هي، مثلا انت وانت تهبط الحي تضامن، ولا تهبط للجبل، ولا تهبط لوسط البلاد، ولا تهبط لاي موضوع معناتها. تشوف العباد الكل حومه شعبيه تعيش كيما الحوم الكل عادي معناتها. حاجه عاديه على الاخر. صاحبك من القلق قال لك نخرج، وانت شنو السبب اللي خلاك تخرج؟ واحد كان صباح في روتين، ولا في روتين كان يخدم ويتحرك وجو بيه، وصباح واحد راقد في الدار. خليني خرجت من الدار لما القلق، فهمتني؟ يلزمني نخرج الحومه نعمل دوره، فهمتني؟ ما تراش روحك مخالف؟ لا شوف في روحي مخالف كل شيء، ما تقلق انت في الدار، واحد ما نجمش نهار كامل نبنك في الدار. يلزمه يعمل دوره صغيره، فهمتني؟ ديما في الدار دار دورة صغيرة متاع نص ساعة، ساعة كاكة، ساعة ونص، ومن بعد يرجع. ترجع تلتزم بالحجر؟ صحي. كان ومش نطلعش للدار، نبنك قدام دارنا عادي، فهمتني؟ واحد قهيوة ونبنك، فهمتني؟ وتختلطوا بالعباد الفترة هذه؟ يا ودي تو كي واحد كيفي انا برجولي، ما نحبش نقعد مع العباد الكل. تخاف من العدوى؟ لا مش حكاية خوف من العدوى، كان واحد كتب ربي باش يموت راه باش يموت زايد. على خاطر كانت تخاف من العدوى ما تختلطش، انت ماكش لابس حتى بحاجه وقائيه. انا بطبيعتي راني ما نحبش نقعد بحدا حتى واحد، كعيبات خفيف نظاف. فهمتني؟ بالعدوى اخي واحد بالكورونا ولا بلاش يموت منا ولا من. معناها من الاسباب الرئيسيه نتاع العباد تخرج وتحرق الحظر هذايا اللي هو القلق، القلق. يا اخي شو عندك تعمل بالله في الدار؟ نهار كامل تلفزه دار، نهار تلفزه دار، فما حكايه اخرى جديده شو تعملها؟ فما حاجه جديده؟ ما فماش جديد، فما حتى شيء جديد. لازمك تخرج تقعد شويه بعد الحومه، سلام سلام من البعيد وتروح على روح. شو قلت لي توا؟ اخي واحد محبس باش يقعد في الدار معلم بالكواتر. وين يا خويا نخرج خويا في كل محضر، نحضر في التلفزه الكل صحيت. يا دي خويا انا ندور، وربي مع الكورونا وربي مع الحكومه، وعايشين ولاباس من الاخر، ما قلقني حتى شيء خويا. انت شنو تخدم؟ عامل يوم فيش نخت. يا اللي عنده الفلوس مرفوضة صح. لكن النهار ما ريتش هنا انت اشكال سميد هذي، على اشكال سميد اقسم بالله تقول ماتش دربي، على كيلو سميد تقول ماتش دربي. فسرنا معناتها لهنا جيبوا كاميون سميد، البونية لحمة، والحاكم جهز العبيد على شنية، على كيلو سميد. وهذه حومة وهذه عبيد، ماهيش عبيد هذا، عبيد تجيب في الفقر للرواح. لكن انت مبنك البرة تجيب في المرض لروحك. انا بتبيعتي مرض، انا بتبيعتي فيروس اقوى من كورونا على فكره، والعباد الكل تعرف انا فيروس بقسم اقوى من كورونا. تيجي في الليل صور ادخل لون حاجات تشوف بالرسمي العباد، شوفها تولد ولد سامي العباد قدرت شويه. يا ما اخويا شوف انت تدخل لحوم لون حاجات في الليل تشوف شنو موجود في الليل، شنو ريحه الكورونا في الليل.
تبدا طالعة كي ريحه البخور. وربي كثرنا من الكورونا وكهو يا مي. شكرا يستي. نظفت برشا عبيد بتبيع اقسم شوك تشوفين نوزوح كل روحت قعدنا ربك عبيد ولا تحوم اسفين جرب القص يا حمو الكلمه ذي ولا قعدنا ربك عبيد ولا تحوم معروفين اكش عادره وكله كنا زوح كلها روحت موت بالفقر موت كورونا ما تموتش بالفقر. ايوه عسلامه. اهلا بيك. شوفوك بسكليت وتحوس في الكياس عادي راهو حظر صحي تو. علاش انت خارج؟ شنو السبب اللي خلاك تخرج؟ تلوج على خدمه تو. تلوج على خدمه ماهوش مبرر خاطر تو في بالك الدنيا واقفه فما شيء. شنيك ناكل الحجر يا صاحبي؟ شوف شناكل قول لي انت شوف شناكل ياك ترى اخويا في الحاله كيفاش. معناها ماكش ملتزم بالحجر. انا حجر بليه علاش باش نلتزم خويا ما نلقاش باش ناكل نلتزم شبيك هاك نشوف خويا هاك الدنيا الكل على البر عباد رجعت تخدم اش تحب معناها حياه عاديه. حياه عاديه صح. لكن هذا بالواحد وكاو لكن هذا فيه خطر على صحتك وصحه المجتمع الكل في بينا وي ونموتوا نحن في الديار زاد حتى كي تخرج برا معرض للموت خويا. كيف كيف هي الداخل ولا البرا معناتها الزوز نفس الحاله هكا ولا هكا معناتها خويا ونحن شوية هكا وشوية هكا وكاو إن شاء الله ربي يحل أخويا. أمين. وهذيك هي أخويا نحن شنين نتوقعوا من تونس وكاو خويا شوفونا حل خويا وكاو. نشوفوك البرا هكا خارج واقف ما عندك ما تعمل ماكش ملتزم بالحجر الصحي. قلقت في الدار خرجت مش ناخذ باكو حليب وقهوة ونروح للدار خذيت شوية دخان من الحماص تو مش ندخل للدار. لكن لارينا حليب لا شيء كيفاش؟ يعني تو ماشي مش ناخذ. تبنك شوية بعد تمشي تشتري تبنك شوية فديت في الدار فديت يعني تستغل فرصة الخرجة باش تقضي ضيع وقت لبرا. اي ناخذ شوية وقت فهمت ولا لا نتكيف سيجار وناخذ شوية حليب وندخل فهمت. والخدمة انا اللي مات نخدم السيمان وفي بس المعمل ما لقيناش السيمان باش نخدمه. اليوم مرتاح اليوم مشيت للمعتمدية عندي ورقة قد فيها وعندي 200 دينار وعندي كرني اصفر وما جابوهوليش لا بعثوا لي اس ام اس لا بعثوا لي حتى شيء. قالوا لي مشي للعمده مشيت للعمده كتبت ورقه عمرتها قالوا لي جيبها للمعتمديه. وين مش ابني صاحب سته صغار فهمت ولا سته في العائله مين مش نوكلها فهمت ولا رياض اش باش نعمل انا تو قلقت في الدار فديت الصغار فدوا فهمت ولا لا اهبط اقعد اهبط فهمت قلقنا فدانا اش نعمل تو الاخر شنيا. تحس الحجر سبب لك شوي مشاكل في الدار؟ شوي مشاكل من كثر خاطر الاكتظاظ في العائله كلها موجوده مع بعضها والصغار والناس يخرج الرجع يخرج الرجع يخرج ثماش تلبسه شيء ما فيه. مع المدام كيفاش ولات العلاقه بعد الحجر الصحي لانك تعدي اكثر وقت معاها؟ والله يا فهمت ولا ولات شوي مشاكل شوي قلق وشوي مشاكل فهمت ولا ماذا بيا نهرب لبرا نتكيف سيجار ولا نخذي حاجه ولا نبعد من الدار فهمت ولا. وشكون متسبب شكون متسبب في المشاكل انت كرجل ولا هي كامراه؟ امراه مثلا يمكن الاولاد فهمت ولا تدور علي فهمت ولا سبب كيفاه تدور عليك؟ السبب ناك نقول للصغار ما تخرجوش وما تمشوش هي تقول لي لا خليهم هام برا هام قدام الباب هام في النهج يا بنتي راه هك وك مرض يدور فهمت ولا. وليتش تتدخل في شؤون المراه في الكوشينه في برشا حاجات؟ يعني نشوف قضيه ناقصه ولا حاجه منها ولا منها نحاول كيفاش باش نوفر لها باش غدوه تلقى باش طيب وباش ما فهمتش قصدي نقصد وليتش تدخل الكوشينه وتتدخل في الماكله وش بيك طيبت هكا وش بيك ما عملتش هكا؟ لا ما نتدخلش فيها ما نتدخلش فيها. خوف من المدام ولا انت هكا؟ لا انا هكاك بطبيعتي اللي يجي ناكل وكاو فهمت ولا وما نعرفش وقتها تو الحكايه هذه مش العبد ينطلق يولي يخدم ويولي المرض مازال موجود مازلنا ما نعرفوش كيفاش. نشوفوا فيك توا انت البرة وقت الحجر الصحي فاش تعمل البرة وعلاش خرجت؟ يا رسول الله هاني توا نجيب حدا بلال انت ينتكتك امور باش ناخذ شويه خبز باش ناخذ ندبر 5000 ها باش ناخذ بهم شويه خبز ونروح نشد النهج هذا ونروح حم خويا. فسر لي شنو معناه نتكتك اموري؟ باش ندمرش ندمرش معناها ندبرش 5000 نخدم باش نفيق باش نمسح بالله باش كذا شكون باش يعطيك العمده كل يوم اي جاني هاني نجي كل يوم واليوم مشيت للفوضى مشيت له قال لي جاني المعتمدية هربت قسما بالله معناها الله يبقي ستر على تونس ما عادش تفهم حتى شيء ازاي والله العظيم والله حب ورش خوي ما عندك ما تحكي والله ورش صاحبي والله فوضى برجولين زلنا عايشين فوضى
واللي يظل فيها تكتيك، يظل اللي عنده معروف فلان يعطيه يهز الورقه. والله مش عارف انا الحكايه دي، يعرفوها تعرفوها اكثر مني. انا ولدت معلش ولدت بالمعارف عادل، احنا ماشي المحتاجين مزمرين مش ماشيين. توا انت ملتزم بالحجر، تخرج تدبر راسك وتكتك امورك كما تحكي، لكن بقيت افراد العائله يلتزموا بالحجر؟ يلتزموا بطبيعه الحال، بطبيعه الحال. انا خايفين وستر الرب، انا خايفين عدينا جمعتين الاولين، مزلوا جمعتين ان شاء الله، ان شاء الله يتعدوا على خير. وكيفاش تعدي وقتك في الدار؟ وقتي هان عندي قلق وفد، طيب التين طيب قهوه، ما انا نتك نقلق نفد نعمل، لكن نجي نخرج نرجع. هذيك هي الحكايه، هذيك هي. تدخل الكوجينه ولا؟ ادخل الكوجينه. طيب وليد طيب وليد طيب. تعلمت حاجه جديده من الحجر؟ ها تعلمنا حوايج باهيه. تعلمنا شنو طيب؟ والله كل مركبه شويه عظم، حتى حاره عظم بدينار. رسول الله رسول الله.